مؤتمر المتعلق بالبنى التحتية والحساسة وكيفية التعامل معها أو كيفية الحفاظ عليها، من المؤتمرات والندوات الهامة جدا واللي تعلمنا منها كثير في هذا المكان وهذا الاجتماعات اللي حصلت عنا هون. وأنا بشكر الـ FBI وبشكر الانتربول على التعاون وعلى الجهد الكبير اللي عملوه في تقديم أو في توفير هذه المساحة وهذا المكان للدول اللي شاركت في المؤتمر لتبادل المعلومات والحوار في هذا المكان. وأعتقد أنه الشكر الجزيل إلى الـ FBI وللانتربول على الجهد الكبير اللي عملوه. أهمية هذا المؤتمر أو الندوات اللي حصلت في ميامي هي من الأهمية بمكان للمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً لأنها بتعطينا فكرة أوسع عن كيفية التعامل مع التهديدات على مستوى التهديدات في المعابر البحرية أو المواقع البحرية أو المواقع الجوية أو المواقع البرية. وخاصة نحن في المملكة الأردنية الهاشمية بنعاني بمواقع معينة ونتيجة الوضع الإقليمي في المنطقة في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط ونتيجة التغيرات اللي بتحصل في دول الجوار، ونتمنى فيها أنه تنتهي بسلام للجميع إن شاء الله. وأعتقد جازما بأنه هذا المؤتمر هي مساحة مناسبة لنا حتى نتعلم ونشارك المعلومات، نتشارك في المعلومات وكيف التعاون أجهزة إنفاذ القانون المختلفة وللتعاون مع الدول المختلفة حتى نحصل على الإجراءات المناسبة والدروس المستفادة والأخطاء ونتلافى الأخطاء اللي حصلت من خلال المؤتمر هذا وخلال الاجتماعات، سواء كانت من خلال البرنامج المعد في المؤتمر أو خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية اللي كانت تحصل بعد الاجتماعات الرسمية. دائما في العملية اللقاءات لقاء واحد أعتقد أنه غير كافي، دائما يفضل يكون في، من وجهة نظري أنا الشخصية على الأقل، أنه لازم يكون في استمرارية باللقاءات واستمرارية في التنسيق ولازم يكون في تكرار للمؤتمرات حتى يستمر الحوار ويستمر تقييم الأوضاع المستمرة، بمعنى أنه ما لازم نوقف في مكان واحد ونكتفي في لقاء واحد، يستمر اللقاءات تستمر الندوات تستمر الحوارات حتى على مستوى ورش عمل. أنا بقول أنه من الأهمية بمكان أنه الاستمرارية في اللقاءات من العوامل المهمة جدا. إحنا في نسبة لنا في المكتب الأردني إدارة الشرطة العربية والدولية في عمان، إحنا بنحاول كل جهدنا أنه نستمر في اللقاء سواء كان في أي دولة بالتعاون مع الـ FBI والتعاون مع الانتربول، أنه نمد إيد التعاون ونكون جاهزين دائما للقاءات لأهميتها ولقناعتنا المطلقة بأهمية اللقاءات واستمراريتها على مدار السنوات على مدار السنة، وتكون متخصصة أو عامة، بمعنى أنه تحكي في أمور عامة ويكون في ورش عمل تحكي في الأمور التخصصية أكثر حتى نقدر نمد نوجه الإدارات المتخصصة للعمل في هذا الإجراءات، وتكون تكاملية في الاستفادة متكاملة أو تكاملية الإجراءات ما بين سلطة إنفاذ القانون سواء كانت السلطة المحلية أو الجهات الدولية أو العربية الإقليمية.